طريقة السلف في حفظ القرآن. إلى نوني أو سلف أو ساجو أو منتلي ما في هالقرآن إلى نوني. السلف الصالح كان لديهم حفظ يومي للقرآن. أما تمجي ساجو أدا أدا لا وسابي أتانتو تلي وما ها قرآن ني بوبوب وني بديكين كتما ها. مع النظر في تفسير هذه الآيات. تونتي بوس جاك بي ماما ها وست ما وو كني اوان يتوما تي اوان يتوان ها كني اوان يتوما تي اندالوري نو جرا تفسير والعمل باكنا واتوما سيستو وما لونتي وما ها. فماذا نصنع نحن اوا يكا انا وابرا وا با اساجو واسيري نو اوان سابيا تانتو تلي وان باو لاوسي واسيغا. نصحح قراءة القرآن اولا قبل ان نحفظ. Akoko ujusi ya wa muslimi tuni unika kosi atusi awanara fi Qur'an tafekwi katubere si maha. Thumma nahfaz. Leng batabati watu awanara fi isi la abere si maha. Wa nanzur fi tafsir hadhi al-ayat min tafsir mukhtasar la mutawwal. Bakna babasi waha awanta anha ninu al-Qur'an yi atu wa wat oro tafsiri tusi pilibeti wa fitu al-Qur'an. تيسي تيوغون توكبو كافي مكين انتولون سوامبه. ونستعين بالله على العمل باكنا اوا تنوى اللهم نيولون اللهو لاتي عراكيو سينيرون فنوى لاتي ليريا وانتان كاتان هاي لاتي ريلو. اهم سورة هي سورة الفاتحة لان ركم اركان الصلاة. ايتو قد جيك باك باك جلو اوريقون تي سورة تيوفين قطاكي جلو نينو القرآن فوقبو مسلمي تاقود اوكو موجوتو اونا ني سورة الفاتحة tori eri gun kan ni ta ma fe kinun ti akugboro makka lori run. Naam, thumma ba'da hadha qisar as-suwar min az-zalzala ila an-nas wallahu a'lam. Leng ba dawaju ha fatha itan atun wa sesa awon sura pelebe pelebe ti nbe ninu al-Qur'an ege bi ati suratu az-zalzala dile dinas be no awon ti ahani. Naam, wallahu a'lam. Allahu ba'alik lani wa ba ti o ma bi.